عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في مكون الصرف التحويل ما هو إلا دعم سنوي للظواهر أو للدروس التي درسناها خلال السنة. وتعلمون أبنائي أن الجملة تتكون من كلمات، وهذه الكلمات ما هي إلا فعل أو حرف أو اسم، تتكون من اسم، فعل أو حرف. إذا ما هو الفعل وما هي أقسام؟ الفعل هو الذي يدل على حدث وزمن معين. الفعل يدل على حدث وزمن معين وينقسم إلى ثلاث أقسام. هناك الفعل الماضي، يعني يدل على زمن ماض ويكون دائما مبنيا، يكون مبنيا على حسب ما يبنى به. إذا كان مثلا إذا قلنا كتب فهو مبني على الفتح، نعم، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة كتبوا، ويبنى على السكون إذا اتصلت بتاء محركة متحركة مثل كتبت إلى غير ذلك. النوع الثاني من الأفعال هو الفعل المضارع، وهو الذي يدل على الحاضر ويدل على المستقبل. وكيف نميز بين الفعل الماضي والفعل المضارع؟ فالفعل المضارع دخلت عليه حروف مضارعة وهي أنيت، مثلا أقول أكتب، نكتب، يكتب، تكتب. والفعل المضارع دائما يكون مرفوعا ما لم تدخل عليه حروف النصب وحروف أجر، فإذا دخلت عليه حروف النصب فيكون منصوبا، وإذا دخلت عليه حروف جزم فيكون مجزوما للسكون. واضح؟ إذا الأمر أيضا يكون مبني، ويكون مبني على حسب ما بني عليه. إذا يكون مبني على السكون، مثلا أكتب فعل مبني على السكون، أو أكتب مبني على الضم اتصاله بواو جماعة، أكتبي مبني على كسر اتصاله بياء، إلى غير ذلك. أما فيما يخص الحرف فيمكن أن نجملها في حروف العطف، عفوا حروف الجر، وهي من إلى، عن على، في، بي، لي، وكيف. نعم، تعرفنا عليها أبنائي سابقا، حروف الجر وهي من إلى، عن على، في، بي، لي، وكيف. واضح؟ ثم حروف العطف و، ثم، ف، إلى غير ذلك من حروف العطف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالكلمة يمكنها أن تكون اسما، يمكنها أن تكون اسما، والاسم إما أن يكون مذكر ويمكنه أن يكون مؤنثا. المذكر يمكنه أن يكون مفرد واحد، مذكر مفرد مثل كتاب، مثل كتاب. وإذا أردنا أن نتعرف طريقة بسيطة على المذكر والمؤنث، ندخل على الكلمة هذا أو هذه. إذا قلنا هذا كتاب فهو مذكر، وإذا قبلت هذه فهو مؤنث. لاحظوا جيدا، نقول هذه كتاب، لا يمكن، نقول هذا كتاب، إذا فهو مفرد مذكر. ويمكنني أيضا الاسم أن يكون مذكر مثنى مثل تلميذان، تلميذان. ويمكن أيضا للمذكر أن يكون جمع مثل سياح، سياح. واضح؟ ويمكن للاسم أن يكون مؤنثا، والمؤنث يمكن أن يكون مفردا مثل طفلة، هذه طفلة، إذا هو مؤنث، اسم مؤنث. أو يمكن للمؤنث أن يكون مثنى تلميذتان، تلميذتان. كما يمكن للمؤنث أن يكون جمعا مثل، ولكن هنا عفوا لا نقول، نقول تلميذات، نقول تلميذات، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، نقول تلميذات. واضح؟ وأفضل طريقة أبنائي للتفصيل بين
المذكر والمؤنث هو أن ندخل على الاسم هذا أو هذه، فإذا قبلت هذا فهو اسم مذكر، وإذا قبلت هذه فهو اسم مؤنث. واضح؟ إذا نمر إلى نوع آخر من الأسماء، هو الأسماء الموصولة. هو الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة بدورها تكون للمذكر وتكون للمؤنث. وهالمذكر يكون إما مفردا مثل الذي، الذي، نعم، ومثنى المذكر يمكنه أن يكون اللذان في حالة الرفع، واللذين في حالة الجر والنصب. نقول اللذان في حالة الرفع، ونقول اللذين في حالة النصب أو الجر. ويمكن لجمع المذكر، عفوا، يكون للمذكر أن يكون المذكر في أسماء موصولة جمعا مثل الذين، الذين. والأسماء الموصولة للمؤنث أيضا بدورها يمكنها أن تكون مفردا مثل التي، التي هي للمفرد مؤنث. أما بالنسبة للمؤنث مثنى نقول اللتان، وكذلك نقول اللتين. متى نقول اللتان؟ في حالة الرفع. أما اللتين في حالة النصب، في حالة النصب وحالة الجر. واضح؟ ننتقل إلى المؤنث في حالة إذا ما كان جمع. نقول هن اللواتي أو اللاتي أو اللائي. لديكم ثلاث احتمالات. نقول في جمع المؤنث أسماء موصولة لواتي، لاتي أو اللائي. واضح أم نائي؟ إذا ننتقل الآن إلى الاسم في حالة إذا ما كان نكرة أو معرفة. الاسم إذا كان نكرة فهو يدل على شيء غير معين. في حالة إذا كان نكرة فهو اسم يدل على اسم غير معين. إذا قلنا طاولة، طاولة، لاحظوا جيدا، طاولة هي اسم، ولكنها هل هي معرفة؟ لا، هي غير معرفة، فهي نكرة، فهي اسم نكرة. ويكون الاسم النكرة دائما منونا، يكون منونا. كما يمكن للاسم أن يكون معرفة، كما يمكن للاسم أن يكون معرفة. أعطيتكم فقط حالتين كما يمكن أن يكون معرفة في حالات أخرى. أولا يمكن أن يكون معرفة بأن، أن أعرف الاسم بأن. نقول مدرسة، مدرسة، فهي نكرة. إذا أدخلنا عليها الأن تصبح المدرسة. لاحظوا آخر فعل، آخر عفوا الاسم أصبح مرفوعا بضمة واحدة، في حين أن النكرة كان منونا. واضح؟ وعرفنا هذا الاسم بأل. كما يمكننا أن نعرف الاسم أيضا بالإضافة. كيف ذلك؟ عرفنا كتاب، عرفنا كتاب، كانت في الأصل كتاب هو اسم نكرة، ولكننا عرفناه باسم آخر بعده، وهذا الاسم هو معرف بأل مجرور. اسم آخر ولكن هذا الاسم هو معرف بأل مجرور. في البداية كنا نقول كتاب، لا نعرف لمن هذا الكتاب، نعم كان نكرة، ولكن حينما أضفنا إلى اسم آخر معرف بأل مجرور فإننا قد عرفناه بالإضافة، فإننا قد عرفناه بالإضافة. واضح؟ كما يمكننا أن نعرف الأسماء أيضا بماذا؟ بالعلمية، العلمية، يعني باسم علمي. إذا قلنا مثلا محمد فإنه اسم معرف. إذا قلنا مثلا محمد فهو اسم معرف، لا يحتاج إلى تعريف، فهو اسم معرف. واضح؟ فيمكننا أن نعرف الاسم إما بأل، أو يمكننا أن نعرفه ب
إضافة كما يمكننا أن نعرفه بالعلمية. إذن أبنائي الأعزاء، في هذه الخريطة الدينية حاولت أن أقوم بتلخيص دروس التي سبق وأن مررنا عليها في المستوى الرابع. إذن وقبل أن أودعكم أبنائي، أطلب منكم أن تنجزوا بعض التمارين على دفتركم الخاص، وهو خاص دفتر تتبع الويب، تمارين صفحة 194 وبالطبع أكملها. إذن أنا أطلب منك أن تنجز على دفترك التتبع الويب تمارين صفحة 194 وبخط جيد وبأكملها. إلى هنا أبنائي، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، وإلى درس آخر إن شاء الله.